وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. نرحب بك سيد علي في نشرة الأخبار، وما هي قراءتكم لما جاء في مضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم؟ مساء الخير، وطبعا انتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليك وعلى السيدات والسادة المشاهدين. وبداية تهنئة واجبة وتحية ولاء أرفعها لمقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بمناسبة ذكرى عيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد. هذه المناسبة الوطنية الجليلة التي تمثل لنا جميعا الكثير، خاصة وهي تصطبق في كل عام باجتماع أبناء الشعب تحت مظلة الوطن الواحد. هذه المناسبة التي يستعاد فيها تاريخ البحرين وما قام به الأجداد من تضحيات وما يرتبه طبعا علينا من مسؤوليات تحتم العمل والإنجاز. كيف لا، والبحرين في هذا اليوم تحتفي بالمنجزات التي حققتها منذ انطلاق المشروع الإصلاحي. بالعودة إلى سؤالك، طبعا الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عبرت في مضامينها عن حكمة العاهل وعن فكر جلالته المستنير وعن دعم جلالته الدائم وتحفيزه لرواد العمل الوطني وحثهم على بذل المزيد من العطاء والتفاني والإخلاص من أجل تعزيز مسيرة النماء والتطور التي تتعاظم ثمارها يوما بعد اليوم. اليوم نجد أن الكلمة السامية وكما عودنا صاحب الجلالة حفظ الله قد أكدت في مضامينها ومعانيها النبيلة عن منجزات الدولة البحرينية الحديثة وعن منهجية العمل الوطني والجهود البارزة في تعزيز العمل المشترك والنهوض بالدور العالمي والإنساني. اليوم ما أنجزته التجربة البحرينية الفريدة الملتزمة باستقرار وتطور مؤسساتها وما تشهده من حماسة وطنية ونشاط ميداني منظم وجدناه انعكس في مضامين هذه الكلمة السامية. نعم. الكلمة السامية كذلك أكدت رسالة مملكة البحرين في أن ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه الكاملة، وذلك بإقامة دولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. طبعا ذلك إشارة واضحة أن القضية الفلسطينية ستبقى على الدوام، هي قضيتنا العربية الأولى، وستبقى البحرين كما هي دائما معبرة في عمقها العربي عن المساندة المستمرة للشعب الفلسطيني الشقيق. نعم. ختاما أعتقد بأن الكلمة السامية عكست مكانة مملكة البحرين وأكدت أنها ستبقى شامخة بقيادتها الحكيمة وبتكاتف وتعاضد شعبها الوفي. ستواصل البحرين البناء على ما أنجزه رجالها الأوائل مرتكزة على قيم ومبادئ السلام والتسامح. حفظ المولى عز وجل مملكتنا الغالية وأدام عليها العزة والرفعة والخير والنماء في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة. نعم، سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا.